فيتامين كي آخر واحد في الفات سوليابل فيتامين. فيتامين كي بنسميه أنتي هوموراجيك فيتامين، هو فيتامين مضاد للنزف أو النزيف، لأن هو بيساعد عندي في تكوين الكلوتينج فاكتورز أو عوامل التقلب، وهنعرفهم مع بعض دلوقتي. فيتامين كي عندي يبقى مشتقة من مركبات اسمها النفسوكينون، فبيبقى عنده الاستراكتشر، بيبقى ليه الاستراكتشر ده، الرينج دي او الاستراكتشر ده كده بنسميه كينون رينج او كينون نيوكليس، ومعاه سايد اتشي. في منه نوعين، نوع بيبقى موجود في الطبيعة ونوع تاني بيتم تصنيعه. النوع اللي موجود في الطبيعة بيبقى اتنين، فيتامين كي 1 وكي 2، يبقى في نوعين بيبقى موجودين ناتشرال، يبقى موجودين كده طبيعي، وفي نوع تالت يبقى سينثيتك، ده بيتم تصنيعه. الاثنين موجودين ناتشرالي، فيتامين كي 1 وده بنسميه الفايلوكينون او الفيلوكينون، وده بيبقى موجود فين؟ في البلانتس، بناخده من النباتات زي الخضروات عندي اللي هي الجرين فيجيتابل. فيتامين كي 2 اللي هو المينا كينون، ده بيبقى موجود في الانتستينال بكتيريا او اللي بسميها فلورا، او اخده من انيمال سورس. يبقى انا عندي الاثنين الموجودين في الطبيعه، يا اما فيتامين كي 1 ده موجود في النباتات اللي هو بنسميه فايلوكينون، يا اما النوع الثاني اللي موجود ناتشرالي في الانتستينال، عندي موجود في الانتستين في بكتيريا نافعة في الأمعاء بنسميها الانتستينال بكتيريا. البكتيريا النافعة دي وظيفتها ان هي بتحمي عندي الجسم ضد اي بكتيريا غريبة تدخل جوه الأمعاء عندي، بتدافع عن الجسم. وظيفتها من احدى الوظائف بتاعتها برضو ان هي بتعمل لي برودكشن لفيتامين كي 2 اللي هو المينا كينون. النوع الثالث اللي هو السينثيتك، وده فيتامين كي 3 او ليه اسم تاني اللي هو المينا دايون. يبقى ضروري نعرف الاسماء. المينا دايون ده اللي هو فيتامين كي 3 اللي هو السينثيتك، لكن فيتامين كي 2 اسمه مينا كينون، فيتامين كي 1 اللي هو الفيلو كينون. فيتامين كي 1 وكي 2 بيبقى ليهم الاستراكتشر ده، بيبقى ليهم الرينج دي اللي هي الكينون رينج، وباختلاف السايد اتشين دي بيديني فيتامين كي 1 وكي 2. لكن فيتامين كي 3 ما فيهش الار دي خالص، بيبقى بيتكون من الكينون رينج بس، وده بيخلي الصفات بتاع كي 3 بيختلف عن فيتامين كي 2 وكي 1، بحيث ان الار او السايد اتشين دي هي اللي بتخلي المركب عندي يكون هايدروفوبيك او بتخليه فات سوليبل، بتخليه ما بيدوبش في الميه. ايه هي السايد اتشين دي؟ دي موجودة عندي في الفيتامين كي 1 وفيتامين كي 2. لما جه صنعوا بقى فيتامين كي من نوع اللي هو فيتامين كي 3، لما جه صنعوه حذفوه او ما حطوش اللي هي السايد اتشين دي، فاصبح هي المركب لحد هنا كده بس اللي هي الرنجة، فده خلاه هيدروفيلك او خلاه يدوب في المية. يبقى الفيتامين كي 3 اللي هو المينا دايون ده الوحيد من الفات سوليابل فيتامينز اللي بيدوب عندي في الووتر. ايه هو فيتامين كي 3؟ لان هو بيتم تصنيعه، فبيتم تصنيعه فبداوا يغيروا في الصفات بتاعه، ما احنا ما نحطش السايد تشين عندي فنخليه افضل، بحيث ان هو يكون سهل ان هو يضف الميه فيبقى سهل امتصاصه والكلام ده. فده اللي هو الفيتامين كي 3 او المينا دايون، هو الفيتامين الوحيد من الفات سوليبل فيتامينز اللي بيدوب عندي فين؟ في الميه. المصادر بتاع فيتامين كي، احنا قلنا فيتامين كي 1 ده موجود في النباتات، يبقى هاخده من الجرين ليفي فيجيتابلز زي السبانخ زي الجرجير، الخضروات اللي هي ايه ورقيه وبتبقى خضراء. فيتامين كي 2 قلنا ده موجود طبيعي في الانتستينال بكتيريا، وممكن اخده من مصادر من انيمال سورس، لكن بتبقى بور سورسز زي الايج زي الليفر زي الملك زي الميت، بس بتبقى ايه بور سورسز. فيتامين كي 3 ده بيبقى سينثيتك وبيبقى ووتر سوليبل، بس ده بيبقى يعني انشط واحد فيهم
او الموست بوتنت فيهم. فيتامين كي 3 بنشوفه في الاطفال اللي هي بتبقى حديثه الولاده، بياخدوا حقنه فيتامين كي 3، بياخدوا حقنه فيتامين كي، يعني يقول لك الطفل بعد الولاده بياخد حقنه كده اسمها فيتامين كي. فيتامين كي هنا يبقى من نوع اللي هو ايه، فيتامين كي 3 اللي هو السينثيتك، بياخده وبنلاقي ان هو بيخرج عندي فين، بيخرج عندي في اليورين بتاع البيبي، ليه؟ نتيجه ان انا عندي فيتامين كي 3 بما انه هيبقى ووتر سوليبل، فسهل ان هو هيخرج عندي فين، في اليورين، مش هيحصل له استورج خالص في الجسم ولا هيسبب لي ايه مشاكل. ليه بناخده؟ لان بيبقى لسه ما اكتملش عندي الليفر، لسه الكلوتينج فاكتورز عملت تجلط عندي فما اكتملتش، فالطفل بنديله. لسه طبعا ما فيش انتستاينال بكتيريا، لسه الطفل بيبقى الامعاء بتاعته لسه معقمه ما فيهاش اي بكتيريا او اي حاجه فيها، فبالتالي بنديله من بره فيتامين كي، علشان طبعا فيتامين كي ليه فانكشنز كتيره. الفانكشنز او البايوكيميكال فانكشن اوف فيتامين كي، اول حاجه ان هو بيدخل في انتاج كوإنزايم كيو، كوإنزايم كيو او ليه اسم تاني اللي هو يوبيكينون، من اسمه كينون ان هو بيحتوي على الكينون رينج، والرينج دي جايه اساسا من ايه، جايه في او هي موجوده فين، في تركيب فيتامين كي، هو بيدخل عندي في تركيب اليوبيكينون ده او كوإنزايم كيو. ايه هو الكوإنزايم كيو؟ كوإنزايم كيو ده عامل مساعد للانزيمات اللي موجوده عندي في الريسبيراتوري تشين، عندي في عمليه الميتابوليزم بيحصل عندي الكربوهيدرات، لما اكل مثلا وجبه فيها كربوهيدرات المفروض ان عندي الجلوكوز بيدخل عندي، بيحصل له في الخليه عمليه الجلايكوليسيس بيتحول لبيروفيت، وفي الاخر المهم ان الاكل اللي بناخده ده الهدف منه ان الخليه بتطلع منه طاقه، بتطلع منه طاقه ازاي؟ عن طريق باسويز كتيره اخرها بتبقى الريسبيراتوري تشين اللي بيتم فيها انتاج الطاقه. من الكوانزايم كيو ده مساعد انزيم عندي بيبقى موجود في الريسبيراتوري تشين، بيساعدني في انتاج الطاقه عن طريق ان هو بيعمل كالكترون كارير، بيساعد في عمليه الاكسيديتيف فوسفوريليشن او في الريسبيراتوري تشين عندي، فبيساعدني في انتاج الطاقه. يبقى دي اول وظيفه عندي الفيتامين كي، ان هو بيساعدني في انتاج الطاقه عن طريق ان هو بيساعدني في انتاج الكوانزايم كيو المفيد عندي في عمليه الريسبيراتوري تشين. تاني حاجه واهم حاجه او الحاجه المميزه الفيتامين كي، ان هو اسينشال للفورميشن اوف الكلوتينج فاكتورز. ايه حكايه الكلوتينج فاكتورز دي؟ انا عندي لما يحصل جرح او يحصل تعوير او جرح عندي، المفروض ان في دم بيخرج، الدم ده لو فضل يخرج كده هيسبب لي، بيسبب نزف عندي وهفقد كميه دم كتيره، لكن من رحمه ربنا ان بيجي مجموعه من البروتينات بنسميها كلوتينج فاكتورز، عوامل التجلط دي، بتبقى اكتر من عامل بيحصل تنشيطهم بشكل تلقائي، هي باسوي كبيره يعني. الفاكتورز دي بتروح على مكان الجرح وبتبدا ان هي تعمل جلطه عشان تقفل مكان الجرح وتمنع النزف عندي. فيتامين كي مهم عندي لتنشيط اربعه من الكلوتينج فاكتورز، يعني في اربعه من الكلوتينج فاكتورز ما يقدروش يتحولوا من الان اكتف فورم للاكتف فورم الا في وجود فيتامين كي. ايه هما الكلوتينج فاكتورز دول؟ هما اربعه من الكلوتينج فاكتورز، مش كل الكلوتينج فاكتورز، ودول كلوتينج فاكتور نمبر 2 ونمبر 7 ونمبر 9 ونمبر 10، 2 و7 و9 و10، اربعه كلوتينج فاكتورز ما ينفعش يشتغلوا من غير وجود فيتامين كي، اللي هو العامل رقم 2 رقم 7 رقم 9 رقم 10، ودي اساميهم الثانيه، فاكتور 2 اللي هو البروثرومبين، والكوثرومبوبلاستين اللي هو فاكتور 7 وفاكتور 9 وفاكتور 10. نحفظهم 2 و7 و9 و10، ممكن نحفظهم ب 2 و7 و9 و10، انا بحفظهم ب 1972، 2 و7 و9 و10 دي اللي باخدها ك 1000 يعني، و 1972 او احفظوها 2 بلس 7 ايكوال 9 نوت 10، يعني ممكن احفظوه باي طريقه، هم اربعه بس سهلين.
يبقى احنا شفنا البايوكيميكال فانكشن اوف فيتامين كي، محتاجينه لانتاج كو انزيم كيو اللي محتاجينه في انتاج الطاقه، وكمان محتاجينه عشان اربعه من الكلوتينج فاكتورز اللي هم 2 و7 و9 و10. طيب بيشتغل ازاي في عمليه الاكتيفيشن اوف الكلوتينج فاكتورز دي؟ الكلوتينج فاكتورز دي او عامل التجلط دي عشان تشتغل هي بتبقى موجوده في شكل ان اكتيف، عشان تشتغل لازم تتحول للاكتيف فورم، وده بيحصل عندي في الليفر. فهم بيبقى عندي في الليفر ايه اللي بيحصل نشوفه مع بعض هنا. لو انا عندي كلوتينج فاكتور اهو مثلا كلوتينج فاكتور 2 مثلا في الليفر، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان انا بشوف نهايه عندي كلوتينج فاكتور ده بلاقي حاجه اسمها جلوتاميد. الكلوتينج فاكتور ده وعامل التجلط عباره عن بروتين، البروتينات بيبقى فيها عباره عن سيكونس من الامينو اسيد، في نهايه من البروتين عندي بتنتهي بايه؟ بالجلوتاميد. الجلوتاميد ده امينو اسيد عندي بيحتوي على كربوكسيل جروب. علشان الجلطه تتم لازم يحصل ارتباط ما بين الكلوتينج فاكتور وما بين الكالسيوم. الكالسيوم عندي تكافؤ ايه؟ الكالسيوم بيرتبط يعني ثنائي، التكافؤ بتاعه ثنائي. فهنا لو هيرتبط بمجموعه الكربوكسيل فهي واحده، الكالسيوم لازم يمسك في حاجه تاني. فاللي بيحصل ان انا عندي الكلوتينج فاكتور ده لازم قبل ما يرتبط بالكالسيوم بعمل له ايه؟ بعمل له كربوكسيليشن، اضيف له مجموعه كربوكسيل هنا في البوزيشن في الجاما بوزيشن. لو عديت هنا دي الفا بيتا، هنا الفا بيتا جاما، الجاما كربون دي هضيف عليها مجموعه كربوكسيل بانزيم الكربوكسيليز فتصبح بالشكل ده، هتديني مركب اسمه ايه؟ جاما كربوكسي جلوتاميد. يبقى انا البروثرومبين او اي واحد من الاربعه كلوتينج فاكتور اللي احنا قلنا عليهم المفروض ان هما بيصنعوا في الليفر في شكل بريكيرسور، يبقى بشكل ان اكتيف. يعني البروثرومبين بيبقى يصنع في شكل بري بروثرومبين عشان يتحول من الشكل اللي هو البري بروثرومبين اللي هو الان اكتيف ده للبروثرومبين اللي هو الاكتيف فورم، لازم اعمل عمليه الكربوكسيليشن في البوزيشن اللي هو الجاما بوزيشن او الجاما كربون اتوم، فتديني جاما كربوكسي جلوتاميد اللي هي شكلها ده في البوزيشن رقم دي الفا بيتا جاما، اضيف مجموعه كربوكسيل ثانيه انزيم الكربوكسيليز فتديني الشكل الاكتيف. يبقى انا كده حولت الكلوتينج فاكتور بتاعي من الشكل البريكيرسور بتاعي اللي هو الان اكتيف احوله للاكتيف فورم. ده ما بيتمش او الاكشن ده ما بيتمش غير في وجود ايه؟ فيتامين كي. طب انا ليه بعمل عمليه الكربوكسيليشن دي او الجاما كربوكسيليشن؟ علشان احصل على اتنين كربوكسيل جروب هنا في الجاما بوزيشن، عشان يجي الكالسيوم يرتبط هيجي هنا يمسك في الاتنين دول، يبقى كده اتحول الكلوتينج فاكتور بتاعي للاكتف فورم ويقدر يشتغل، لان الكلوتينج فاكتور ما بيشتغلش غير في وجود الكالسيوم، او بعض الكلوتينج فاكتورز بتبقى اكتف ما بتبقاش اكتف غير في وجود الكالسيوم، لانه بيبقى ضروري لعمليه ايه؟ تجلط الدم. يبقى ده دور فيتامين كي. لو فيتامين كي هنا مش موجود الخطوه دي مش هتتم، يبقى الكلوتينج فاكتور هتفضل في الشكل اللي هي الان اكتف، يبقى مش هتشتغل، يبقى الجلطه عندي مش هتتكون وهيحصل سيوله في الدم او هيحصل نزيف. طيب ايه اللي احنا شايفينه هنا؟ الدايكومارول ده والوارفارين الاثنين دول زي ما احنا شايفين مكتوب ماينس على الفيتامين كي، يعني بيعملوا انهبيشن لفيتامين كي، بيعملوا ديكريزنج للاكتيفيتي اوف فيتامين كي. الاثنين دول عباره عن ادويه للسيوله، يعني نسمع عن اشخاص مثلا اشخاص اللي هم بيبقى عندهم مشاكل مثلا عندهم مثلا هيستوري في العيله ان هم بيجي لهم جلطات وكده، فبيبدا بيمشوا على ادويه للسيوله، ادويه السيوله زي الاثنين دول. فكره ادويه السيوله دي عشان تمنع تجلط الدم، لو بيجي جلطه لا هو بياخد الادويه دي عشان لو في اي جلطه بيبدا ان هي ايه تدوبها او نتجنب حدوث جلطات. الادويه دي فكرتها ان هي بتعمل ايه؟ بتدخل تعمل انهبيشن لفيتامين كي، بتقلل من الاكتيفيتي او من نشاط فيتامين كي، فبالتالي هتمنع الخطوه دي ان هي تتم، فتخلي الكلوتينج فاكتور في الشكل الان اكتف، فالخطوه دي مش هتتم، فبالتالي
مش هتتكون عندي الجلطات او بتسبب سيولة، عشان كده بنسميها ادوية سيولة. يبقى الوارفارين عندي يعتبر انهبيتور لفيتامين كي هو والدايكومارول. دي ادوية بتصنع عشان تعمل انهبيشن لفيتامين كي. معنى كده ان فيتامين كي لو قل عندي هيسبب لي مشاكل. واضح المشاكل هتبقى في ايه؟ خاصة هتبقى في عملية ايه؟ السيولة، او لو حصل عندي جرح مش هيلم بسرعة ولا هيحصل او هفقد كمية من البلد كتيرة. طب ايه هي الحاجات اللي ممكن تسبب لي عندي فيتامين كي ان هو يقل؟ ايه اللي هيخليه يقل عندي؟ انا اخدته بما ان هي كده كده يا اما تكون موجوده في الانتستينال بكتيريا، موجوده عندي في الانتستين عادي، الانتستينال بكتيريا بتصنعها او الفلورا بتصنعها، يا اما انا باخدها في الدايت. فبالتالي اسباب نقصها يا اما حصل في مشكله عندي في البكتيريا اللي بتصنع فيتامين كي هو فيتامين كي 2، يا اما حصل مشكله عندي في فيتامين كي 1 اللي انا باخده في الاكل من بره. المشكله بتحصل في ايه؟ فيتامين كي اساسا بيبقى موجود في موجود في الخضروات زي ما شفنا الجرين ليفي فيجيتابلز، كلنا بناخد الخضروات دي، فسهل ان يعني مش سهل ان هو يحصل نقص في فيتامين كي. اللي بيحصل ممكن يحصل نقص نتيجه مرض زي مشكله في الليفر، بالاخص الاوبستراكتيف جوندس. انا عندي هنا الليفر وعندي الجول بلادر. الجول بلادر دي اللي بتعمل انتاج للبايل سولتس. احنا طبعا عارفين ان فيتامين كي عباره عن فات سوليبل فيتامين، ده بتكلم عن كي 1 كي 2، يبقى دول ما بيدوبوش في الميه، يبقى محتاجين فاتس او محتاجين بايل سولتس عشان تساعد على امتصاصهم. احنا متفقين ان كل فات سوليبل فيتامينز بتحتاج عشان تمتص بشكل كويس محتاجين بايل سولتس، لانها بتتعامل زي الدهون بالظبط. طيب لو حصل هنا انا عندي ده الليفر وهنا الجول بلادر اللي بتطلع لي البايل سولتس، المفروض بتصنع هنا وترجع ان هي تخرج في الايه؟ في البايل دكت اللي هي القناه المراريه دي، عشان تنزل عندي فين؟ في الانتستين، وتساعد لي عندي تساعدني في هضم الدهون وفي هضم وامتصاص الفات سوليبل فيتامينز. طيب لو حصل اوبستراكشن يعني حصل انسداد في البايل دكت هنا، لو انسدت نتيجه وجود حصوه مثلا على المراره، في حصوه هنا او حاجه عملت انسداد للبايل دكت، فبالتالي البايل سولتس مش هتقدر ان هي تنزل هنا في الامعاء، مش هتنزل في السمول انتستين، فبالتالي مش هيحصل امتصاص للفيتامين كي بشكل كويس. يبقى هنا ندخل في مشكله نقص فيتامين كي. يبقى نقص فيتامين كي ايه هي الاسباب اللي ممكن تسبب عندي نقص فيتامين كي؟ ان هو يكون في مشكله في الليفر زي الاوبستراكتيف جوندس. جوندس دي اللي هي معناها صفرة، اوبستراكتيف اللي هي ناتجه نتيجه وجود اوبستراكشن او انسداد في البايل دكت، فادت حدوث عندي مش هيبقى فيه بايل سولتس، فبالتالي امتصاص فيتامين كي عندي مش هيتم بشكل كويس، فيحصل نقص فيتامين كي. يبقى ده اول سبب عندي من اسباب نقص فيتامين كي، انه يحصل مشكله في الامتصاص بتاعه نتيجه مشكله في الليفر زي الاوبستراكتيف جونز. ممكن ده بالنسبه لفيتامين كي 1. بالنسبه لفيتامين كي 2 هو في الاخر كله فيتامين كي. فيتامين كي 2 طبعا هو كده كده موجود عندي فين؟ في الانتستينال بكتيريا او البكتيريا النافعه اللي موجوده في الجسم، المفروض ان هي بتعمل له برودكشن وموجود طبيعي في الانتستين. ايه اللي ممكن عندي يقلله؟ نتيجه لو الشخص عندي بياخد مضادات حيويه بشكل كبير، المضادات الحيويه دي بتبقى واسعه المجال، بتدخل يعني ما بتفرقش ما بين البكتيريا النافعه وما بين البكتيريا الضاره. فالاشخاص اللي بتاخد اورال انتيبيوتكس او مضادات حيويه اورال، عشان الاورال دي هتدخل الانتستين على طول لفتره طويله، فبالتالي هي كده بتقضي على البكتيريا النافعه اللي موجوده في الانتستين، فبالتالي مش هيبقى عندي فيه فيتامين كي، هيحصل نقص عندي فيتامين كي. يبقى عندي اول سبب من اسباب النقص الانتستينال بكتيريا او الفيتامين كي اللي بيحصل له برودكشن من الانتستينال بكتيريا،
انه يحصل برولونجد انتيك اوف الاورال انتيبيوتكس اللي هتقتل عندي الانتستينال بكتيريا او الفلورا. ده سبب. السبب الثاني اللي هي الادويه اللي بتتاخد بتاعه السيوله، لو اخدتها استخدمتها بفتره طويله برضو هتعمل عندي نقص في فيتامين كي. كمان الاطفال الحديث الولاده بيبقى لسه الامعاء بتاعتهم ما فيهاش الفيتامين كي عندي، ما فيهاش الانتستينال بكتيريا اللي هتعمل لي برودكشن لفيتامين كي، فبيحصل عندهم بيبقى عندهم برضو نقص في فيتامين كي، عشان كده بياخدوا اللي هي حقنه فيتامين كي بعد الولاده على طول. يبقى فيتامين كي ممكن يقل عندي نتيجه سببين، ان انا عندي يبقى فيه مشكله في الامتصاص زي الاوبستراكتيف جوندس، او في مشكله في التصنيع من الاول زي الانتستينال بكتيريا نتيجه زي اللي موجوده في الاطفال حديث الولاده نتيجه اخذ ادويه السيوله ونتيجه اخذ المضادات الحيويه واسعه المجال اللي بتقضي على كل انواع البكتيريا اللي موجوده في الجسم. طيب فيتامين كي لو نقص عندي في الجسم نتيجه اي سبب من الاسباب اللي احنا قلناها دي هيسبب لي مشاكل، لان انا قلت اهم فانكشن لفيتامين كي ان هو بيساعد لي في انتاج او في تنشيط بعض البروتينج فاكتور 2 و7 و9 و10، فبالتالي هيقلل عندي عمليه البرودكشن اوف الاكتيف بلاد كلوتينج فاكتور فيسبب لي سيوله، يبقى هيسبب لي بليدنج افتر ماينور انجري، فبالتالي بتأثر عندي على ايه لو حصل جرح او حاجة بيحصل هوموراجيك تندنسي، عشان كده انا سميته ان هو انتي هوموراجيك فيتامين، لان هو وجوده بيمنع عملية النزيف، لكن لو نقص عندي بيسبب لي ايه؟ بيسبب لي بليدنج. نحتاج فيتامين كي بكمية قليلة من 1 ل2 ملي جرام بير دي.